ليش نوم الليل أهم من الأكل في خسارة السمنة؟ خسارة مش خفض وزن، لأنه في عملية انضباط للساعة البيولوجية اللي يسمونه السيركاديان ريذم داخل الجسم، وهذا يعتمد عليه انضباط النظام الهرموني. يحدد الجسم بكيف يستغل جسمك الطعام الداخلي كطاقة، حتى ما تلجأ أنك تحسب كميات، تحسب سعرات، تحسب وتحسب وتحسب. وهذا عن طريق ماذا؟ عن طريق ما هو نوع الغذاء وكيف تعيش حياتك. كيف تعيش حياتك؟ أعلى عملية للديتوكس تحدث أثناء الامتناع عن الطعام، وهذا يكون أثناء فترة النوم. الكبد تشتغل بالخارج أكثر من الداخل لأنك ما صرت ما تأكل. عشان كذا حاول دائما عشاك يكون بدري، تعطي فرصة ومساحة أكبر للكبد للعمل على وش اللي جوا، يعني زي جرد محل، زي المحل اللي يجرد وش اللي عنده، تمام؟ فيكون في تخريج، لأنه الجسم يعمل على تخزين الدهون على هيئة صلبة، دهون ثلاثية، شحم ثلاثية، يعني triglycerides بالإنجليزي. فعشان يخسرها لازم يحولها إلى دهون حمضية سائلة، وهذا عن طريق ارتفاع هرمون sensitive lipase. إذا ما ارتفع هذا ما راح يكون في التحويل هذا. هذه العملية ذي بس، هذه عملية حرق، هذه يقولك حرق الدهون بس، هذه تحويل من صلبة إلى سائلة. طيب هذا متى ما يرتفع؟ مع ارتفاع هرمون الإنسولين اللي هو هرمون ضبط سكر الدم. ما يرتفع هذا لأنه لا يمكن أصلا أن يبني الجسم دهون إلا بارتفاع الإنسولين، زي اللي أنا وريتكم اللي هو حالة اللايبو هايبوتروفي، هذولا اللي تجمع الدهون في موضع ضرب إبرة الإنسولين اللي يكون عندهم السكري النوع الأول، وهنا يعرفون كلامي زين. فالجسم يخزن الدهون على هيئة شحم، بعدين يحولها إلى حمضية سائلة، بعدين تروح إلى الكبد، بعدين يخسرها الدهون، يخسر الجسم الدهون بنسبة 84% ثاني أكسيد كربون تخرج عن طريق تنفس، 16% تخرج كماء. تخرج كماء أعلى نسبة من خروج الدهون من داخل إلى خارج الجسم أثناء النوم العميق ليلا. عشان كذا الواحد متى يوزن؟ مو ترى توزن عشان بطنك فاضي، اللي أصلا داخل جسمك قبل لا تنام هو نفسه داخل جسمك أول ما صحيت من الأكل، إلا عاد إذا رحت لدورة المياه الله يكرمكم. لكن هنا الفكرة في خسارة هذا، هنا الفكرة اللي هو 84%. عشان كذا ريح